قال تزور الشيخ ده الحج، تشوفه ده العيد عديد. ده كلام باطل يا ناس، دي العقائد الآن منتشرة. يدعوك تنادي غير الله، نادي الصلاح، نادي الفراس اللي يكون حراس اللي بيرفع راسه له يواسه، وغيره من الأشعار الدقوا بها مقلب في الأمة دي. أوعى يا مسلم، أوعى يا مسلم، ما تنادي غير الله، ما تدعو غير الله، ما تتوكل على غير الله. حسن ظنك بالله تبارك وتعالى، الله أي حاجة عنده. أما غيره فقير ضعيف عاجز. ربنا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ربنا قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ربنا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فدي رسالتنا للمجتمع السوداني. أول حاجة تعتني بالعقيدة، وامشي بلغ أهلك والناس الوراك، وحدوا الله، ما تنادوا غيره، ما تطوفوا بقبر، ما تدعوا ميت، ما تعلقوا حجاب، ما تعتقدوا في غايب، ما تتوكلوا على غير الله تبارك وتعالى. إذا الناس اشتغلت دعوة إن شاء الله فترة وجيزة الحال بينصلح، لأنه ربنا قال في القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأعمل حسابك يا مسلم، ما تنخدع بالجماعات والأحزاب والطرق. نحن ذاتنا ما جماعة، يقول لك يعني نخلي أنصار السنة ونخلي الكيزان ونخلي أنصار المهدي ونجي نبقى معاكم انتو؟ لا، لأن ذاتنا ما تبقى معانا، أبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام. في أحسن منه؟ الجماعة الفنانين بيقولوا والله نحن مع الطيور، ونحن بنقول لهم والله نحن مع الرسول. أها، ما في أي حاجة، مع الرسول أفضل ولا مع الطيور؟ عشان كده تلقاهم كلهم بتاعين وهم، موهومين ساي، فنانين وفنانات زي ما ذكرك أخونا بشوك، مواهين في مخهم ده، فتنوا الشعب السوداني، بيقول غنى يدخلوا فيه الشرك، الغنى بيدخلوا فيه الشرك، عشان كده دي وصيتنا، ما تخش لك أي حزب، ولا جماعة، ولا طائفة، ولا طريقة، أبقى مع الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المحل دي هنا، اتبرأ من أي جماعة، ويتبرأ من أي حزب، ويتبرأ من أي طريقة، وخلي قلبك ده معلق بالله تبارك وتعالى، وخلي قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.